وللحديث عن نظام الفوترة الضريبي معنا رئيس جمعية خبراء الضريبة هاشم حمزي. أهلا وسهلا بك أستاذ هاشم. إذا سأبدأ من نقطة مسؤولية البائع والمشتري على الفاتورة نفسها. مساء الخير أستاذ عبد الله، مساء الخير إليك ولجميع المشاهدين الكرام. نعم تفضل. أستاذ هاشم، إذن نتحدث هنا في مشروع النظام عن تساوي مسؤولية البائع والمشتري عن الفاتورة نفسها ومدى مطابقتها مع البضائع، إلى أي حد يمكن أن نطبق فعليا هذا الموضوع؟ تحياتي أستاذ عبد الله. بالنسبة لنظام الفوترة اللي صدر اللي الآن هو موجود في ديوان التشريع والرأي، هذا النظام ليس وليد اللحظة، هو منصوص عليه بنص المادة 23 على واو من القانون المعدل لقانون 34 لسنة 2014، والذي ينص المادة على يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو أداء خدمة بإصدار فاتورة أصولية وفق نظام يعد لهذه الغاية. أما بالنسبة لسؤالك بالنسبة لمطابقة البيانات، جاء النص المشروع مسودة النظام بيقول يلتزم البائع وهو الآن هو مصدر الفاتورة بمطابقة البيانات، والمشتري الشخص الاعتباري. الآن هنا النظام أعفى الشخص الطبيعي من مطابقة البيانات وألزم الشخص الاعتباري بمطابقة البيانات اللي هي الفاتورة، لأنه المشرع أراد بإصدار نظام الفوترة زيادة الالتزام الضريبي والحد من التهرب الضريبي وزيادة الوعي في نظام الفوترة ولكي تكون ثقافة عامة لدى الجميع. نعم، أيضا نتحدث عن الاحتفاظ بالفواتير لمدة لا تقل عن 4 سنوات، يعني هذه المدة هي المدة التي سيتم ترحيل هذه الفواتير أم أنها مدة احتياطية؟ أستاذ عبد الله والله الصوت واطي، إذا سمحت ترفع الصوت شوي. نعم، تحدث مشروع النظام عن احتفاظ البائع أو مصدر الفاتورة بهذه الفواتير لمدة لا تقل عن 4 سنوات، ويحق للدائرة طلب هذه الفواتير. هل يعني هذا بأن مرحلة ترحيل الفواتير يمكن أن تستمر لهذه المدة؟ سيد الكريم، هو الأساس أصلا هذا منصوص فيه بقانون ضريبة الدخل، منصوص فيه بقانون ضريبة المبيعات، ومنصوص فيه بقانون الشركات، فهو لم يكن هناك إضافة. قانون الشركات بيقول يجب الاحتفاظ لا يقل عن 5 سنوات، قانون ضريبة الدخل بيقول 4 سنوات، وقانون ضريبة المبيعات بنص على الاحتفاظ بالأوراق والمستندات لمدة 4 سنوات. الآن جاء نظام الفوترة انسجاما مع هذه القوانين الثلاث بالاحتفاظ بالفواتير لهذه المدة المنصوص عليها بالقانون. أيضا ماذا عن اعتماد فعليا العقوبات أو عقوبات التهرب الضريبي لكي تنطبق على عدم إصدار فواتير؟ هل تعتبر هذه عقوبات مغلظة؟ الآن النص القانون بالقانون المعدل رقم 38 لسنة 2018 بالمادة 64، كل من لم يقم بإصدار فاتورة أصولية يغرم من 200 إلى 500 دينار، وفي حال تكرارها تضاعف العقوبة. الآن في نص المادة 66 أصبحت عدم إصدار فاتورة ضريبية جريمة من جرائم التهرب الضريبي. بس هون بين قوسين بدنا نقول جاء القانون وعرف ماهية التهرب الضريبي وقال من قام بأي فعل من الأفعال التالية 1 2 3 لعند 7 اللي هي عدم إصدار فاتورة ضريبية، وأضاف عبارة عن قصد. إذا لم يقم التاجر أو مؤدي الخدمة بإصدار فاتورة عن قصد، هنا أصبح مرتكب جريمة من جرائم التهرب الضريبي. أنا بعتقد برأيي الشخصي أنه صعب نحدد القصد أو الركن المعنوي في هذه الحالة، أنه أنا كنت قاصد لم أصدر فاتورة أو ما قصد. فأعتقد هنا تطبيقها سيكون صعب جدا للغاية، وممكن الكل يخضع لعقوبة التهرب الضريبي. نعم سيد هاشم، أيضا كجمعية خبراء ضريبة الدخل بشكل عام، هل كان لديكم ملاحظات حول هذا النظام ولم تطبق مثلا؟ هل لديكم ملاحظات اليوم عليه بهذه الصيغة؟ من ضمن الملاحظات كنا نتمنى من الحكومة أن تكون هناك حوافز للذي يلتزم بتطبيق نظام الفوترة لكي يكون هناك التزام طوعي بهذا النظام. أيضا كنا نتمنى أن تكون انتقال السلعة من التاجر إلى شخص ثاني أو استخدامها الشخصي بدون بدل
كما تم تعريف الخدمة الخاضعة لنظام الفوترة ببدل أن تكون أيضا السلعة التي بدون بدل. أتمنى على الحكومة عند إصدار التعليمات المكملة لهذا النظام أن يتم شمول أكبر عدد ممكن من الفئات المستثناة من هذا النظام لكي يتم تطبيقه بالتدريج ولكي يتم المواطن تقبل هذا النظام شيئا فشيئا. نعم رئيس جمعية خبراء الضريبة هاشم حمزة كنت معنا، شكرا جزيلا لك.